عشان نكون واضحين بس وش المقصد بانه ما كان في حكام سعوديين قادرين انهم يقودون المباريات؟ سابقا قبل أن أبدأ لم أستطع أن أحكم على مستوى الحكام السعودي وكن صادق لأني لم أكن أتابع الدوري السعودي قبل القدوم هنا، ولكن لما عرض علي العمل هنا شاهدت مباريات شاهدت أداء كثير. أنا كنت أجي للسعودية كحكم سابقا، بعد ذلك شاهدت جودة الحكم السعودي لما أتيت هنا. كما تعلم لا بد عودة الحكم المرحلة الثانية اللي يكون في الدرجة الأولى يأخذ خبرة كثيرة أداء الكثير بعد ذاك يعود أداء في دوري المحترفين. تكلم على سنتين ثلاث سنوات من العودة والحكم حتى الآن يؤدون بشكل جيد جدا الآن في السنتين الماضية.